حياتي مني شدنا نحكي بيه بشنو في الله وعلم. خاطر مباراة تصورت منها كل شيء إلا سيناريو انسحاب فريق في فاينل. عمري ما تصورت فريق في الفاينل يقوم بانسحاب كيك. عمري ما تصورت الحكاية هذه. صحيح بلي باش يكون الحكم ما مشاش معاك وما دازش معاك وحكم ظلمك، لكن قرار الانسحاب انا بدي ما تصورتوش. حتى أندية أوروبية ظلمت في فاينل وظلمت في نصف النهائي، لكن باش تنسحب عمرها ما عملتها. في افريقيا لا غالب. وعلى فكرة باش نحكيو على الفار، انه تم اعلان من قبل الكاف قبل بساعتين المباراة اعلان انه فما عطب تقني، كلموا الحكم والحكم فرد مرة قام توصيل المعلومة هذه ليكون من كابتن الترجي كابتن الوداد. لكن الحكايه وين باش تدور؟ انه كابتن الوداد ما قامش باعلام كل لاعبين الوداد انه فما عطب تقني انه الفار ماهوش باش يكون موجود. والفار كيف كيف ما كانش عندها، كان مش مصلحة الترجي برك. حتى الترجي شوط الاول ضربة جزاء واضحة ما تمش علينا، علاش ما حكيناش على ضربة الجزاء هذيك تاع سعد بقير جات دقيقة 20؟ علاش ركزنا كان على الهدف اللي سجلته الوداد؟ شبينا ما حكيناش على ضربة الجزاء اللي ما تمش علينا؟ على خاطر شناي ركزنا في حاجة ونسينا حاجة أخرى. وقولوا ترى شناي البطولة، فريق هو اللي انسحب. والحكاية كبيرة، شكون كبيرة؟ كبيرة فوزي بنزرت كالعادة من نفس الموضوع. كل عام يعاود كل فريق يضربوا لازم يعمل مشكلة مع فريق المنافس. عملها مع الترجي، عملها مع النجم، وطبعا مع الوداد كل مرة يعمل نفس الموضوع. عملها قبل مع النجم وانسحب. انا نشوفه قام عطى حاجه بدائيه على الاخر انه تقرر باش انسحب، باي نقول ما انسحبتش وقعد قوى بنفس الريتم. على خاطر وقت الوداد نزل على الترجي، هل النجم يكون موضوع اخر سيناريو اخر؟ هذا ما خموش فيهم. اقل حاجه عملوا منها مش الكبيره. شبي لاعبين الترجي وقت ضربه جزاء واضحه ما تمش علينا ما صارش نفس السيناريو. وقت ضربه جزاء هذيك كانت لازم تغير جمله واحده المباراه، تقرب اكثر الترجي من الكاس تاع الافريقي من تشامبيونز ليغ. ما نجموش نغطيو عين الشمس المغربيه على الحكايه هذه. من ناحيه ضربه جزاء واضحه للترجي، ومن ناحيه اخرى هدف واضح للوداد وتم الغاءه بقرار يتسلل للمخالف. ما عنديش فكره بالضبط على خاطر المباراه وقتها توقفت جرت تدخل فوزي بنزرتي اللي قال لاعبيته انهم ما يكملوش يلعبوا ولا يواصلوا في المباراه. وحتى زاد الاحتراز اللي عمل الوداد اللي قال مباراة دورة راح 30 توفنا راح 30 مش تبدا في 1 جوان، واحتراز الترجي اللي قال كيف المباراة فات 45 دقيقة هو يستنى. معناتها في كل الحالتين انه في كل احتراز يربح فريق معين. وبالرغم من رجوع الفار وبالرغم من تم اصلاح العطب التقني الموجود في الفار من بعد نصف ساعة، لكن فريق الوداد ما حبش يرجع للمباراة. والقانون يقول كده فريق ما يحبش يلعب ولا ينسحب مباراة يتم تتويج فريق المنافس نتاعو، وفريق المنافس نتاعو هو اللي يربح مباراة، هو اللي ينتصر. هذا هو قانون كرة القدم. معناها ما غير تبدا تبكى وتشكي وتكبروا فيها وترجعوا قضية شرق الأوسط، ولاني مكشف ولاني حد شيء. لكن كان انتوما نسيتوا مباراة صفاقس ضد بركان في المغرب، انا ما نسيتهاش. واللي صار في نادي رادي صفاقسي انا ما ننساهوش. معناتها غير ما تقول لي كرة مغربية نازيها كرة مغربية باهي كرة مغربية صفا على الترشح نتاعكم اللي كان ضد نادي رادي صفاقسي راهو اكثر من لعيب. رغم غير ما تجيني انت كمغربي تقول لي ترى كره تونسيه فاسده، كره تونسيه تبيها وعليها. نسيتوا كورتكم اللي صار فيها 2017، نسيت قسامه الحكم ماذا ساعدكم باش تهزوا الشامبيونز ليغ ضد الاهلي؟ نسيتوا الكلام هذا الكل؟ لكن الله غالب انتم وقت اللي تم تعيين قسامه حكم مباراه اللي هي بتاع الترجي والوداد كنتوا فرحانين. خاطر حكم ساعدكم قبل 2017 انه حملتوا كاس تاع الشامبيونز ليغ الافريقيه ضد الاهلي. كلام فما كلام يتقال وهما كلام يتقالش، نقولوا اللي نحبوا عليه والصحيح نغطيوه. كيف كيف حق ترجي في مباراة هذيا فما حق الوداد في مباراة هذيا. معناتها من غير ما تجي تقول لي انه الوداد هو البطل، لا الوداد البطل لا شيء. انسحب مباراة ترجي هو البطل، ما قالوا حد ينسحب بالرغم حتى اخطاء التحكيميه اللي صارت، لكن كمل تلعب، كمل تلعب دقيقة 90. فما انديه اخرى راهي عانت من الحكام، لكن في الاخر كمل تلعب. تشيلسي ضد البارسا نفس الحكايه، تشيلسي بالرغم اللي صار فيها وضربه جزاء اللي ما تمش علينا وكل شيء، لكن كملت لعبت مباراتها على دقيقه 90. برشا انديه راهم لعبوا كيكا. الرياضة باير برشا انديه صارت اخطاء تحكيميه اللي كانت كلفت غاليه عديد من الانديه، لكن قرار الانسحاب ما صارش. كانك تنسحب كانك سي كاو يلزم عشان يشنكو. ومن بعد تقول لي قال البطوله حقها للوداد، يسيب عليك تكلم ما يتقالش راه هذا. كان جا عكس الترجي صار، كان جا التحكيم صارت لكم انتوما،
رأيكم اه الترجي هو انسحب ببطولة نزيهة وترى شنو تصيبوا عليكم دينا في ايامكم انتم الثانيين. خلينا نحكي اخوي على المباراة وعلى شنو صار تحليل الخاص للمباراة في الدقائق اللي تلعبوا حتى دقيقة 60. الترجي الشوط الاول موضوع اكيد هو اللي كان مسيطر مسيطر بيتم معنى الكلمة، البلوك كان بتاعه عالي، كان يضغط، كان يلعب في كرة مزينة، لكن راس الحربة طه ياسر الخنيسي بالرغم من تحركاته وطلب الكرة بتاعه، لكن ما كانش عنده فايدة كبيرة. ما كانش عنده نزعة كبيرة قدام كاش نتاع الوداد. ما كانش مسبب خطورة كبيرة على حارس الوداد. على عكس ليش نحازوت على ترجي سواء البلالي سواء البدر اللي قدموا شوط أول بالرسمي عالم حتى لذا رزوز سواء الدربالي سواء بالمحمد خاصة بالمحمد صعود متاعه اللي جاء وراء الهدف كان ممتاز كان بحق ممتاز. الترجي إذا كانت عنده العديد من الأخطاء الدفاعية فوضى مركاج اللي كل مرة ملاعب من الوداد مهاجم من الوداد يخرج مركاج مدافعين ترجي ياخذ كرة يدور بها يعطي باس. هذيك الحاجة الخايبة انه الترجي لازم ياخذ كل احتياطاته من هنا المباريات القادمة من هنا المناسبات القادمة على خاطر عنده كأس العالم لاندية اللي باش تدور لازم ياخذ احتياطاته الكل. قوة الوداد كانت بريسيون كان كيباس على ملاعبي الترجي ما يخليهمش يطلعوا كرة مرتاحين. مدافعين الترجي ولا حارس الترجي كانوا يضغطوا فيها ملاعبي مهاجم ولا جناح حظوظ يضغطوا ما يخلوش مدافعين الترجي انهم يخرجوا كرة بسهولة. هذيك معروف فوزي بن زرتي بالبريسينج معروف فوزي بن زرتي بالقوة الهجومية. الشوط الثاني مغير جملة واحدة ما عادش ترجي ولا مسيطر ولا الوداد هو مسيطر بحكم معين شعباني طيح البلوك نتاعو اللي عطاه أكثر ثقة في لاعبي الوداد أنهم باش يلعبوا كورة وأنهم باش يبنيوا لعبهم أسهل من الشوط الأول اللي خلى الوداد قاعدة نازلة. والكلام هذا باش نعاود نحكي فيه أنه صحيح مباراة ماهيش خايبة مرام جريد اللي خدموا برشا كور زين فيهم كانوا ينجموا يكلفوا غالي للترجي لكن بحسن الحظ كرات يا مدافعين الترجي يخرجوهم يا مهاجمين الوداد يضيعوهم خاطر هما كور سهلين لكن كالتزيينة وكالتلويحة الزايدة يشدها فاسيلمون كي اللي حب يزين فيها هذيك اللي كانت نجم كلف غالي للترجي. حتى الهدف الوداد كان خطأ دفاعي خطأ من المركاج كرة دور وكلعبة ومدافعين الترجي مركاج موش مريقل خرج مهاجم ضرب كرة بالراس. أنا وش نقول أنا بالضبط حظ أوفر الوداد اللي باش يتم تسليط عليه عقوبة حاسة مالية 3 سنين أنه ما يلعبش بطولة إفريقية وغرامة مالية كبيرة خاطر انسحب مباراة فاينل. مبروك للترجي وحظ أوفر له. أنا بوصلت لآخر فيديو وصلت لآخر ديبريف متاعي طبعا عليك أنا نقول لكم بالسلامة ونتقابلوا في فيديو آخر في الأمان.